للحديث أكثر عن تداعيات توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني في البيت الأبيض والرفض الشعبي الذي صاحبه هذا التوقيع، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين نعيم عبر سكايب من إسطنبول. أهلا بك سيد معين معنا. بداية، حراك في الداخل يوازيه حراك في الخارج في عدد من الدول العربية، على قدر ما كانت الصورة بالأمس باهتة كما يراها محللون، لكن كيف ترى رد الفعل الشعبي عليها اليوم بالتحديد؟ تفضل. يعني بداية، نحن نؤمن ونقرأ الصورة بشكل واضح أنها اتفاقية بين شخوص لا يمثلون شعوبهم ولا الأمة العربية، مع كيان لا يمثل جزءا من هذه المنطقة ولا من هذه الإقليم، هذا الإقليم. لذلك كنا نتوقع وننتظر ونأمل أن تتحرك الشعوب، لأن هذه القرارات لم تكن بشكل من الأشكال قرارات تمثلها ولا تعبر عن رأيها ولا عن صوتها. وأعتقد أن الحراك، أنا شخصيا أتمنى وكنت أتوقع حقيقة أن يكون أكبر من ذلك، لكنه بداية جيدة، ولكن أعتقد أنه سيستمر وأتمنى أن يستمر ويتصاعد بشكل أكبر حتى تصل الرسالة للمطبعين والمتخاذلين ومن يرغب بأن يكون خلفهم في قطار التطبيع الخياني. سيد معين، بحسب متابعتكم، ما أثر تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية في عموم فلسطين المحتلة، ما هو أثره على موازين القوى في هذه الأزمة؟ بداية، أعتقد أن تشكيل الوحدة أو اللجنة الموحدة والقيادة الموحدة هو شيء إيجابي ونقلة إيجابية ونوعية هامة بالنسبة للشارع الفلسطيني، خاصة بعد حوالي 14 سنة من الانقسام والتفكك الفلسطيني من ناحية، وأيضا رسالة إلى العالم الذي كان يحتج، المناصر للقضية الفلسطينية أو حتى أعداء القضية الفلسطينية. أما بالنسبة للمناصرين فهو رسالة واضحة تقول لهم أن ما كان البعض يحتج به بأن الفلسطين غير موحدين وأن الموقف الفلسطيني غير واضح، ها هم الفلسطينيون يتوحدون في إطار قيادي موحد، وأن قرارهم واحد، وأنهم ضد التطبيع جملة وتفصيلا، وأنهم ضد هذا المشروع، أي أن الصوت من يريد أن يتكلم عن الفلسطينيين ويحاور الفلسطينيين فهذا هو رأي الفلسطينيين جميعا. أما لأعداء القضية الفلسطينية والمتاجرين بالقضية الفلسطينية فهي تسحب البساط أو الحجة من تحت أقدامهم التي كانوا يحتجون بها كثيرا وما زال يحتجون، أن الفلسطينيين غير موحدين وأننا أقدمنا على هذه الخطوات لأن القضية الفلسطينية لم يعد لها ممثل. أنا أعتقد أن هذا التجمع على صعيد الرأي. أما على صعيد التأثير فأعتقد أنه هو بذرة وانطلاقة جديدة، شاهدنا انطلاقات مشابهة لها منذ في انتفاضة الأقصى وحتى في الانتفاضة الأولى وكانت نتائجه إيجابية جدا، حيث أن التنظيم وتوحيد الحراك سيخفف من حدة الضغط على طرف فلسطيني واحد، وسيكون له قدرة على التحرك في كل المناطق الفلسطينية، مما سيزعج ويضر بقدرة الاحتلال أو يضعف قدرة الاحتلال على السيطرة على المناطق الفلسطينية وعلى الشارع الفلسطيني. سيد معين، هل يمكن التعويل على الشعوب في مواجهة موجة التطبيع الحكومي مع الكيان المحتل بما فيها الشعوب التي طبعت أنظمتها مع الاحتلال الصهيوني، وكيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ بداية، الشعوب هي الباقية والأنظمة إلى زوال، الأنظمة تتغير وتغلب لكن الشعوب لا تزول، الشعوب تبقى في مناطقها، لذلك العاقل والواعي هو من يعول على هذه الشعوب أولا. والشعوب العربية والشعوب الإسلامية حقيقة هي شعوب واعية وشعوب مؤمنة بقضية فلسطين إيمانا وطنيا وإيمانا قوميا وإيمانا دينيا وعقديا، لذلك أنا أراهن على الشعوب أكثر بكثير ما أراهن على الأنظمة. أما الشعوب الأنظمة التي طبعت فأنا أعلم أن هذه شعوب حية، لولا ذلك لما قامت هذه الأنظمة المجرمة باعتقال كل من ظنت أنه يمكن أن يعكر صفو تطبيعها قبل التجرع على التطبيع. لذلك رأينا الإمارات تصادر حق جميع أبنائها من المعارضين لمواقف الحكومة، واضطرت أن تصدر قرارا قانونيا يمنع اعتراض المواطن الإماراتي على قرار الدولة بالتطبيع، وحتى البحرين حاولت أن تشيع جوا من أن هذا القرار هو قرار سيادي والاعتراض عليه هو اعتراض على الملك كنوع من التخويف، لكن ما زلنا نرى أن كل أحرار هذه البلاد وغيرها من البلاد يتكلمون قدر المستطاع، من هم في الخارج يتجرون على الحديث
من هم في الداخل يتسترون خلف أي أسماء وهمية خوفا من الاعتقال، ولكن أيضا يغردون ويتكلمون بصوت عال. فأعتقد أن هذه الشعوب ما زالت حية، وأن في أول فرصة لهم للتأثير على القرار سيكونون هم الحاملين للواء قضية فلسطين مثل الفلسطين وأحيانا أكثر. نعم سيد معين، بالأمس وبعد ساعات من توقيع اتفاق التطبيع في أمريكا، قوات الاحتلال الصهيوني شنت هجوما جويا على مواقع متفرقة في قطاع غزة. كيف تقرأ هذا المشهد؟ وهل قررت تل أبيب التصعيد بعد توقيع اتفاق التطبيع مثلا؟ يعني هو رسالة واضحة لهذه الأنظمة التي قالت أنهم يوقعون هذه الاتفاقيات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، أن هذا الاحتلال لا يؤمن بالاتفاقيات، وأنه يرى في هذه الاتفاقيات تجريئا أكثر له على الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وهي رسالة واضحة من الاحتلال والقوى التي تقف خلفه أن هذه الاتفاقيات إنما هي جاءت لتمكين وتقوية مواقف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد الشعب الفلسطيني الذي يرفض الاحتلال. فهي رسالة سياسية من ناحية ورسالة أمنية، لكن في نفس الوقت أعتقد أن المقاومة الفلسطينية لم تزل عند موقفها ولم تتردد في الرد ورد العدوان وصد العدوان بإمكاناتها البسيطة، لكنها لتوصل أيضا رسالة الاحتلال أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لن تتراجع مهما كانت مواقف الأنظمة في كل، حتى لو وقعت كل الأنظمة فكل توقيعاتهم وكل اتفاقياتهم لا تسوى عند المقاومة الفلسطيني كحلة رصاصة أو فتيلة بارود. في سؤالي الأخير إليك سيد معين، كيف ترى شكل المواجهة في الأيام المقبلة بعد أن أكد الكيان الصهيوني المحتل على خيار مواجهة الفلسطينيين على اختلاف أشكالها؟ يقصد المواجهة. أنا أعتقد أن الاحتلال أجبن من أن يواجه بطريقة أجرأ مما سبق. الاحتلال استخدم القوة وحاول أن يكسر ظهر الشعب الفلسطيني بحروب متتوالية في غزة وبقمع مستمر في الضفة، لكنه فشل في قمع قدرة الفلسطيني على المقاومة، في قمع روح المقاومة في عند الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا. في غزة مرغ المقاومون أنف الاحتلال المتغطرس في التراب، فلجأ إلى أعوانه وأذنابه وكلابه في المنطقة ليتجرأوا على الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن الاحتلال الذي فشل بكل قدراته على ضرب وكسر هيبة وقدرات الشعب الفلسطيني لن تكون هذه الدويلات أو الأنظمة الفاسدة التي تدير دويلات بهذه العقلية وزنا إضافيا لهذا الاحتلال، فهم لا وزن لهم لا عند الاحتلال ولا عند الشعب الفلسطيني، إنما هم مع الأسف تحولت أنظمتهم وتحولوا بشخوصهم لخدم لهذا الاحتلال، يعتمرون بأمره. وقعوا اتفاقية كتبت في تل أبيب وأمر بتوقيعها من واشنطن، وهم ذهبوا حتى رأينا بالأمس بعض المواقف المضحكة والمخزية، فريق من الفرق التي ذهبت تتوقع لم تكن تعرف صيغة ونص الوثيقة، ووزير خارجية دولة أخرى ينظر في الاتفاقية وكأنه لم يقرأها ولم يسمع عنها من قبل، إنما يريد أن يسأل ويستفسر. واضح جدا أن هذه الأنظمة لن تكون لها وزن ولا تأثير. الشعب الفلسطيني بالمناسبة، وحتى تكون صورة واضحة، ما تم بالأمس إنما هو تصريح عن ما كان يدور تحت الكواليس أو تحت الطاولة منذ أكثر من 15 سنة. الإمارات، نظام الإمارات العربية المتحدة يدعم كل فاسد وكل مجرم في المنطقة دون أي وجل منذ عام 2005 و2006، شاركوا في الانقسام الفلسطيني بأموالهم، وشاركوا في جرائمهم في مصر، شكراً وشاركوا جزيلا في سوريا لك. وشاركوا في كل المنطقة في بأموالهم. نكتفي بهذا الشعوب. القدر الكاتب والمحلل السياسي السيد معين نعيم، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.